لقائمه الفريق. والحاجه الحلوه فيها ان احنا الحمد لله القائمه عندنا يعني خاليه من اصابات الحمد لله، ده اللي احنا كنا بنرجوه وبنأمله من يعني بدايه الموسم، فاحنا ما عندناش اي اصابات حتى هذه اللحظه. فخلينا نقول لحضراتكم برده يعني القائمه ازاي، واعلنها موسيماني ان شاء الله الماتش هيكون الساعه 5:30. يعني ضمت القائمه محمد الشناوي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، ايمن اشرف، بدر بنون، حسين الشحات، اليو ديانج، علي لطفي، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، علي معلول، بيرسي تاو، اكرم توفيق، كريم فؤاد، لويس ماكسيوني، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، واحمد عبد القادر، وعمار حمدي. بنفكركم برضو ان الاهلي متصدر يعني قمه الدوري، بنتكلم برصيد هنا 12 نقطه جمعها من الفوز في 4 مباريات وتحقيق العلامه الكامله الحمد لله بعد تحقيق الانتصار على كل بنتكلم من الاسماعيلي والبنك الاهلي والزمالك والمقاولون يعني العرب. على الصعيد الثاني احنا بنتكلم بقى هنا ان غزل المحله متصدر الرابع يعني في الجدول، هو الرابع، ففي اكيد فروه، تعادل في ماتشين وفاز في ماتشين، بس برضو احنا بنتكلم في الاول وفي الاخر احنا ملناش دعوه بالترتيب، احنا لينا دعوه ان دي مباراه اكيد قويه جدا. الاهلي مستعد طبعا، موسيماني بيشتغل على نفسه دايما وبيبقى بيدرس الفريق الاخر، وده اللي حصل بالفعل، يعني كان في دراسه لنقاط القوه والضعف والتركيز على يعني التكتيك زي ما بتقال كده بتاع غزل المحله، وايه اللي بيعتمد عليه اللي تسديد مثلا اجوال او ان هم زي ما بتقال كده يقفلوا على الفريق الاخر، كل الحاجات دي يعني موسيماني مذاكرها كويس، عارفها كويس، زي ما كنا بنتابع امبارح مع مراسلنا كريم احمد، هو اتكلم ان يعني موسيماني قعد كتير جدا وعمل عقد اجتماعات كتيره جدا مع الفريق علشان يقدر ان هو كمان يخليهم يفهموا كويس قوي لعب غزل المحله ماتش بماتش، احنا بنتكلم ملناش دعوه باللي فات، فكل التوفيق ان شاء الله في اللي جاي يعني.